بدايتي الفنية بدأت مشاعر الفن تتشكل عندي من مرحلة الطفولة، ليس كفنان إنما كمحب وهاوي ومتبصر للفنون. كنت أعشق الوقوف أمام اللوحات الفنية طويلاً، تشكل لي نوع من التغذية البصرية، استوقفني بعض اللوحات في بعض الجاليريات القديمة في الرياض. كنت أزور بعض الأماكن والجاليريات في الرياض على ما أتذكر، مثل البعد الثالث من طفولتي، فكنت أقف أمام بعض اللوحات كثيراً وتأملها، وأحب أني أحاول أفهم معانيها. لكن لم أكن أعلم في ذلك الوقت أن في داخلي فنان، أو أني في يوم من الأيام أبدأ أمارس الرسم وهواية الفن، إلى أن وصلت إلى مرحلة الدراسة في المتوسطة والثانوي. أتيحت لي فرصة أني أتطلع أو أعيش حياة المعامل الفنية، كان عندي أوقات فراغ كثيرة. بفضل من رب العالمين كنت أتوجه إلى المعامل الفنية لأقضي بعض أوقات الفراغ فيها، وكنت افتحت لي كانت المعامل الفنية هذه افتحت لي مجال واسع أني أتبحر في الفن أكثر، على أيادي بعض المدرسين التربية الفنية. بديت أطلع أكثر في الفن وأقرأ قراءات أكثر في الفن. أتيحت لي الفرصة أني أقرأ في تاريخ الفنون، أقرأ في المدارس الفنية، تعلمت وقرأت في تاريخ الألوان، كيف تكونت الألوان، كيف بدأوا يصنعون الريش، تسلسل الفن، تاريخ الفن. بديت أمارس الرسم مع بعض الزملاء كفريق عمل في المعامل الفنية، بدينا ننتج جداريات. إلى هذا الوقت ما كنت أعرف أن فيني فنان أو في داخلي فنان، كنت أمارس كهواية فقط، كشغل وقت فراغي. لكن لما بديت أرسم في الجداريات، يعني لوحات كانت 3 متر في مترين أو مترين ونص في متر ونص، بدأت تجيني توجيهات وبدأ يجيني إعجاب وتلقى إعجاب من نفس المدرسين، من نفس فريق العمل اللي يعمل معاي. وبديت أستخدم، أعرف نوعية الألوان الزيتية والغير زيتية، طريقة استخدام الفرش، طريقة التسلسل في تكوين اللوحة، تشكيل اللوحة، التكوين، الظل، الأبعاد. بدأت أحس اتجاهي الفني، وبديت أحب مجال الفن كممارس أكثر من متذوق للوحات. بعدها طبعاً في هذه المرحلة بديت أتشجع وأرسم لوحات خاصة فيني في البيت، طبعاً مصغرات كانت في حدود المنزل، لم تخرج إلى مستوى المعارض أو إلى الجمهور الفني. طبعاً مرحلة الثانوية كانت مرحلة حاسمة، لأني كنت مقبل على الجامعة، وكنت مضطر أني أوقف الفن فترة معينة، لأن كنت أميل إلى تخصص إدارة الأعمال، وفعلاً توجهت إلى الجامعة وتخصصت إدارة أعمال ماركتينج، وأبحرت في مجال الدراسة فترة طويلة، أقدر أقول كانت فترة توقف لي في الفن. بعدها طبعاً تخرجت من كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود، تخصص تسويق، اتجهت إلى عالم الإدارة وعالم الوظيفة. نفس الشيء، الفن أصبح بالنسبة لي كهواية أمارسها في الإجازات، في أوقات الفراغ، أرسم من حين إلى حين سكتشات معينة. إلى عهد قريب ثقافة المشاركات في المعارض والمشاركات الدولية أو الفعاليات الفنية ما كانت حاضرة في ذهني إلى عهد قريب. عهد قريب هذا لما أتكلم عنه في 7 سنوات الأخيرة أو 6 سنوات الأخيرة، بدأت أتشجع أكثر وأدخل الساحة الفنية. سجلت في جمعية الفنون التشكيلية، جمعية السعودية للفنون التشكيلية، سجلت في النوادي الهواة الفنية، بديت أشارك بعمق، أتيحت لي الفرصة. طبعاً في حراك فني قوي في الساحة الفنية، معارض فنية، فعاليات فنية، أتيحت لي الفرصة أني أشارك في أكثر من معرض وأكثر من مناسبة.
هذا أعطاني دعم قوي وأعطاني فرصة أني أسمع رأي الجمهور والمتذوقين الفنيين، وأعطاني ثقة أكثر في لوحاتي وفني. بديت ألاقي إعجاب، بديت ألاقي جمهور يتابع أعمالي الفنية، يثني، ينتقد. النقد طبعاً دائم أشوفه أنا لجانب إيجابي وليس جانب سلبي، بالعكس، حتى لو كان النقد سلبي على اللوحة الفنية أو توجيه، كلا الجانبين يعطي اللوحة الفنية قوة بالنسبة لي. رأي الجمهور ورأي المتذوقين الفنيين أعطاني قوة أكثر أني أنتج أعمال بغزارة وما أتوقف. بديت أبحر في مدارس فنية مختلفة. المدارس الفنية طبعا متعددة. بداياتي في الفن، طبعا أنا كفنان كل فترة أتجه وأعشق فن معين. في فترة معينة حبيت أعمال بيكاسو التكعيبية، وفي فترة معينة وما زلت أحب أعمال فان كوخ في التأثيرية والانطباعية. أحيانا أتجهت للسريالية. المدارس الفنية ما هي ثابتة بالنسبة لي، أنا أبحر في أكثر من مدرسة، بين التجريد، بين التكعيب، بين التأثيري والانطباعي. أحيانا بعض لوحاتي تجمع فيها أكثر من مدرسة، حتى السريالية تدخل فيها. فأنا ما أقيد نفسي في مدرسة معينة، بالعكس أسمح لنفسي تبحر ببساطة بسلاسة. ما أحب أتجه اتجاه مثالي في تقيد في مدرسة معينة، بالعكس أسمح لمشاعري أن تخرج في اللوحة بغض النظر عن المدرسة الفنية اللي تنتمي لها. ففي كل فترة تجدين في لوحاتي مدرسة معينة، أحيانا بين التكعيبية وبين التجريدية وبين السريالية، بعض اللوحات بين الكلاسيكية والواقعية، فتختلف. عندي لوحات متنوعة. أعمالي بشكل عام أميل أنا للهدوء في أعمالي الفنية، أميل لإنتاج أعمال فنية تعطي جانب هدوء وتعطي جانب ارتياح للنفس وتعكس جمال أكثر. فرسمت في فترة معينة الطبيعة، حاولت أجسد الطبيعة، طبيعة المملكة العربية السعودية بشكل أجمل مما تراه العين، بشكل أجمل من الواقعي، مع أن الواقع جميل، لكن أنا ما زلت أرى فيها تدرجات لونية وألوان ممكن تحتاج العين عمق أكثر وتركيز أكثر حتى تراها. أنتجت لوحات في الطبيعة وتجسيد للصخور والأماكن الطبيعية، أنتجت لوحات تحاكي الآثار والنقوش في الجزيرة العربية وفي بعض مناطق المملكة العربية السعودية على الصخور وعلى الجبال وفي الكهوف، حاولت أجسد النقوش الأثرية. أنتجت فيها 4 إلى 5 أعمال أتذكر، وكانت كبيرة في الحجم، لاقت إعجاب كبير. اتجهت إلى أعمال تعكس وتجسد جمال الإبل، خصوصا في هذا العام وهو عام الإبل. أنتجت ما يقارب 15 لوحة تعكس جمال الإبل، لكن بألواني الخاصة وبأسلوبي الخاص وبأسلوب ما اعتادت العين عليه تراه كواقع، إنما كأسلوب تجريدي أكثر وتجسيدي أكثر بألوان مختلفة بتضاريس مختلفة، بحيث أنها تكون ملفتة للعين وملفتة للنظر. بشكل عام أنتجت سكتشات كثيرة، طبعا سكتشات في وقت فراغي أنتجها، هي تعتبر حاضنة للوحات قادمة. طبعا عندي سكتشات كثير وعندي لوحات كثير ما زالت موجودة في المخيلة، لكن تحتاج وقت عشان أنتجها كلوحة كبيرة. لكن كسكتشات عندي مخزون كبير ولله الحمد، تهيئ لي وتيسر لي اللوحات لأفكار قادمة. طبعا أنا جريء في اختيار اللون، وهذا سمعته أكثر من الجمهور، وجريء في أسلوب الفني، لي أسلوب فني يميزني، قد يكون يميل للتكعيبي أو قد يكون يميل للهندسي في بعض لوحاتي،
لكن ما أسمعه من الجمهور ومن المتذوقين للفن دائما يقولون لي لك أسلوب خاص يميزك، وأحيانا نعرف لوحاتك بدون ما نرى توقيعك. كثير ما سمعت أني جريء في اللون، لأني أنا أدخل ألوان مختلفة. مثلا السماء، الكثير يرسم السماء تدرجات اللون الأزرق، أنا أرسمها تدرجات اللون البنفسجي، أدخل عليها الأورنج، أدخل عليها درجات من مختلفة من الألوان الأزرق، أراها بألوان مختلفة، أرى فيها كواكب ونجوم وأقمار، لكن بطريقتي الخاصة. قد تكون مختلفة عن الواقع، لكن اللي يراها يستطيع أن يقرأها كواقع. من اللوحات المقربة لي رسمت لوحة عن الأم، تعبر عن مشاعر الأم، أم محتضنة طفل معين لكن بأسلوب تجريدي بحت. عرضت في أسبوع مسك للفنون، كنت عارضها طبعاً بألوان جريئة وبألوان حلوة. اللوحة هذه كانت قريبة مني بصراحة، لما رسمتها ما كنت أعلم أني أرى فيها والدتي إلا بعد فترة، فكانت مرتبطة المشاعر هذه بمشاعر أمي أنا. فترددوا لما عرضتها، ترددت عليها سيدة أكثر من مرة وجالها إعجاب أكثر من زائر. فكانت إحدى السيدات تتردد عليها أكثر من مرة وكانت تطلب مني أني أشرحها، فقلت لها بكل صراحة هذه مشاعر أم، وأنا أشوف فيها أمي طبعا في هذه اللوحة، واللوحة عزيزة علي جدا. فكانت تقول لي أنا أرى فيها نفس المشاعر هذه، لأنها هي أم وترى فيها عاطفة الأمومة ومشاعر الأمومة والطفولة فيها. فاستوقفتها كثيرا واقتنت اللوحة طبعا، ما قدرت تتفارق اللوحة واقتنتها طبعا. فهذه من أحد اللوحات القوية لي، من أحد اللوحات المحببة لي لوحة الهدوء. هو ركن هادئ في أحد المقاهي أنا كنت أجلس فيه، فشدني ذلك الركن. فيه جهاز هاتف قديم، الهاتف لا يعمل طبعا، الركن فيه نوع من الهدوء، يذكرني بالسبعينات والثمانينات، يذكرني في كورنر موجود في كل بيت، يذكرني في لحظة هدوء، لحظة زيارة شخص عزيز طبعا. يعطيني، يخلق لي جانب من المشاعر الهادئة والمطمئنة، بعيد عن صخب زحمة الاتصالات والسوشيال ميديا والتوتر. فدائما هذه اللوحة تعطيني الإحساس هذه والمشاعر، ولاقت إعجاب كثير من المتذوقين للفن، ووجدوا فيها نفس الشعور اللي أنا أجده، وهي موجودة وحاضرة معنا اليوم في الاستوديو تقدرون تشوفونها. شاركت طبعا بفضل الله، أتيحت لي فرصة خلال السنوات الماضية وإلى اليوم تتاح لنا فرص كبيرة في المشاركة في معارض كثيرة. طبعا شاركت في معارض كثيرة أقامتها الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، شاركت في معارض اليوم الوطني ويوم التأسيس في مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبد العزيز ومركز الحوار الوطني، في مشاركات كثيرة. شاركت في معرض أكنام في مكتبة الملك فهد الوطنية، ولوحة كانت قوية جدا عن النقوش في الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية، لوحة آثار ونالت إعجاب كثير. شاركت في معرض مؤخرا في جنوب فرنسا، كان المعرض يسمى في منطقة اسمها أنتيب آرت فير. المنطقة هذه كانت حاضنة لمرسم بيكاسو، كان يقضي فيها وقتها في أوقات من السنة ويرسم فيها وتحمل لوحات بيكاسو. شاركت عن طريق معرض ملتقى الحضارات في 4 لوحات جسدت جمال الإبل والطبيعة السعودية. المعرض انتهى مؤخرا واستمر 10 أيام. شاركت في كثير من الصالات الخاصة في الرياض، أقيم فيها معارض كثير في لوحات مختلفة وأعمال مختلفة. أحدى مشاركاتي كانت مؤخرا في لوحة واحدة كانت تجسد أبيات شعرية لأغنية صوتك يناديني، جسدتها في لوحة ونالت إعجاب كثير وتم اقتناء هذه اللوحة. كانت بألوان زاهية وألوان مشرقة، اللوحة متحركة واللوحة شعرية وغنائية بنفس الوقت. من أهم المشاركات لي طبعا أتيحت لي الفرصة أني أشارك في أسبوع مسك للفنون عام 2023، وشاركت بأسبوع كامل بمجموعة من الأعمال في أسبوع مسك. كانت مشاركة رائعة وكان حضور
فني وجمهور رائع جدا خلال 7 أيام. شاركت كثير في رسم حر حي في بعض المحافل الفنية، أتيحت لي الفرصة أن أرسم رسم مباشر ونال إعجاب الكثير. طبعا كثير لما شافوني أرسم لوحات عن الإبل طالبوا أني أرسم لهم على الخيل، لأن كانوا من محبين الخيل، فكان جوابي لهم أن الخيل جميلة هي أصلاً وأخذت حقها من اللوحات والجمال، لكن أنا ما زلت أرى الإبل مجال خصب الآن وما أعطيت حقها من جمال في الأعمال الفنية، فما زال مجال خصب يحتاج وقت كبير وتحتاج لوحات كبير عشان نعطيها حقها بصراحة. طبعاً لوحات الآثار والنقوش الجزيرة العربية شاركت فيها في أكثر من معرض، نالت إعجاب كثير وتوقفوا عندها ناس كثير، وكانوا كثير من يرونها يتكلمون يقولون هذه لوحات فرعونية لأن فيها بعض النقوش كانوا يربطونها بالحضارة الفرعونية. قلت لهم هذه ليست حضارة فرعونية، مع أن بعض النقوش قد تكون موجودة فيها، هذه كلها حضارة موجودة في المملكة العربية السعودية في مناطق مختلفة، وكل النقوش هذه موجودة ولها وثائق. وطبعا أنا استعنت في زيارات كثيرة للمتحف الوطني في الرياض، لأن أعطاني تغذية بصرية كثيرة في النقوش اللي شفتها فيه واللوحات الصخرية اللي شفتها فيه، ساعدتني أني أكون ذائقة بصرية تساعدني في إنتاج لوحات فنية. طبعا لا شك أن رؤية 2030 شكلت قاعدة داعمة قوية وحاضنة لجميع الفنون. لما أتكلم هنا عن فنون بصرية، أنا أشكل جزء من الفنون البصرية اللي هي اللوحة الفنية، لكن الفنون البصرية يدخل فيها مسرح، يدخل فيها قصة ورواية وفيلم وغناء وشعر متعددة. طبعا مجالات كثيرة ساهمت في دعم الرؤية ودعمت الفنون البصرية وشكلت حاضنة قوية وأساس قوي لدعم الفنانين من وزارة الثقافة، من وزارة السياحة، من وزارة الإعلام، كلهم دعموا بشكل مباشر أو غير مباشر إقامة المعارض الفنية، التوجيه، التسهيل، المسابقات الفنية، السياحة لعبت دور كبير. بديت أشوف سياح كثير يزورونا في المعارض الفنية ويحضرون ويسألون. في كل معرض فني أنا أحضره أو أزوره أجد سياح كثير كثير كثير. في آخر شيء البنيالي الدرعية القائم طبعا ما شاء الله حاضنة دولية للفنون من مختلف مناطق العالم أنا أشوفهم فيها. فكل الجهود من معظم الوزارات شكلت دعم مباشر وغير مباشر لاحتضان الفن. طبعا فكر الاقتناء وثقافة الاقتناء مهم لكل فنان، لأن يعطيه حافز ويعطيه دعم وتشجيع في الاستمرار. لما نتكلم على الاقتناء بفضل الله والحمد لله الثقافة السعودية غنية وثرية بهذا المفهوم وهذا الفكر وهذه الثقافة. الكثير من الزوار للمعارض هم مقتنين وباحثين عن الفنون ومتذوقين. والاقتناء هنا يحمل شقين، طبعا شق من الاستثماري، الكثير من المقتنين ينظر للوحة كاستثمار وكأصل تزداد قيمتها مع السنوات، وهذا شيء جميل وممتاز. والشق الآخر ينظر إلى الاقتناء اقتناء كجمال، لأن كثير من المقتنين ينظر للوحة الفنية أنها تضيف لعنصر جمالي في الركن أو الكورنر اللي هو يضعها فيه، فتعطيه مشاعر جمال، ذكريات جميلة، إحساس جميل كونه يقتني اللوحة.
ويقعد ينظر لها كل يوم أو شاهدها من حين إلى حين تشكل له شيء كبير في نفسيته وفي شعوره. الجميل في الموضوع أن المقتنين من مختلف الأعمار، من الشباب الصغار في مقتنين، ومن كبار السن، ومن الطبقة المتوسطة، والكثير يهتم في حضور المعارض لتعزيز ذائقة الفنية والجمالية، بالإضافة إلى البحث عن الاقتناء. الحمد لله في كثير من المعارض الفنية تقتنى لنا بعض الأعمال. اقتنت لي أعمال في التراث، اقتنيت لي أعمال في الآثار، في الإبل، في التجريد بشكل معين. ثقافة الاقتناء ما زالت موجودة، وفي بحث دائم من المقتنين على بعض الفنانين وعلى بعض الأعمال، وتطلب من حين إلى حين. طبعا الساحة الفنية ثرية بالعناصر الفنية في المملكة العربية السعودية، من فنانين معاصرين ورواد للفن، ومن فنانين حديثين وهاوين، وكلاهم له أسلوبه الخاص ومتميز بأعمال جميلة، من لوحات كلاسيكية، من واقعية، من مدارس مختلفة، إلى فن رقمي وديجيتال آرت. وبالمناسبة أنا أجمع بين الفنين، أنا لي مجال في الديجيتال آرت وفي الفن الرقمي، وانتجت لوحات فيه. فالجيل الحديث والفنانين من الجيل الحديث الآن في ميل كبير للفن المعاصر، للفن المفاهيمي، وللفن الديجيتال آرت. بعضهم يرسم في الآيباد، بعضهم يرسم في الكمبيوتر، ينتج لوحات خيالية ورائعة، وبعضهم ما زال بالعكس يميل للمدرسة الكلاسيكية والمدرسة الواقعية والتجريدية وبالألوان الزيتية والأكريليك. ففي تنوع كبير، بعضهم يستخدم الإضاءة في الفن، بعضهم يستخدم الأسلوب المفاهيمي بالفن، مدارس مختلفة. بالعكس عندنا تنوع كبير بالمدارس الفنية لا حصر لها، وفي تنوع حتى في نوعية المعارض الفنية، وفي اختصاص أكثر، في تخصص الآن في جوانب العلوم المختلفة. فالساحة ثرية بهالموضوع حاليا. اللوحة الفنية أنا تشكل لي أهمية كبيرة، وتشكل الكثير من المقتنين أهمية أكبر، لأني أنا أرى اللوحة الفنية هي ليست مجرد ألوان وخطوط، لا، اللوحة الفنية فيها حاسيس، فيها مشاعر، فيها عواطف، فيها تجسيد للجمال. اللوحة الفنية تعكس واقع مختلف، أحياناً تغير من نفسية الشخص، أحياناً تعكس شعور إيجابي، تعكس ارتياح. وضع اللوحة الفنية في المكان يعكس طابع مختلف، خصوصاً إذا كانت أصلية غير صورة، لأن تظل فيها تضاريس للفنان، تضاريس للألوان، تحمل مشاعر صعب تجاهلها. الفن ما زال مستمر في العطاء، وأنا متفائل أن الفن مستمر في العطاء طالما هناك شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، وتكبر كل يوم في تذوقها للفن وإعجابها للفن ودعمها للفنانين. أنا أرى حضور متزايد وحرص متزايد من المجتمع في توجهه للفن وإقباله للفن وحبه للفن.